الوحيد اللي بيلعب كاس عالم للانديه برضو يا قدم ثابت. صح صح بس خلي بالك وطايره ما في برضو في نقطه بقى ما تمشي فيها تعديها وحته الالعاب دي اصلا هي عندها ازمات ماليه بالظبط يعني النادي الاهلي بسبب وضعه الاستثنائي بحت وتفكير مجلس ادارته الاستثنائي وبيقدر يطلع حلول استثنائيه طبعا عشان خلينا نبقى لا صحيح خلينا نبقى واقعيين اللي بيحصل ده اصلا انا قلت لك اديني نادي في العالم بيعمل بيشارك في مونديال الانديه لكل الاربع لعبات انا امبارح معايا عندنا ثلاثه لسنة واحده لسنة واحده ان شاء الله انا بقولت ممكن نكون النادي الوحيد في العالم ليه؟ لان امبارح لغايه امبارح كنا بندور بنعمل سيرش على الفتره اللي فاتت كلها فما لحقناش حتى النهارده نعرف لكن ان شاء الله يوم الاحد هقول لحضراتكم اذا كنا النادي الوحيد في العالم ولا لا. فطبعا الاتحادات اللي انت بتطالبها اول حاجه هي مطالبه ان هي تزود مواردها الماليه لازم تفكر بشكل وبرده هقول لك بقى نقطه ثانيه. انا قربي من الالعاب الاخرى في مصر ساعات ممكن تلاقي اتحاد في بعض المسؤولين بيقعدوا سنين طويله قوي فبتلاقي ان الدنيا مثلا اتحاد كره اليد حطه على جنب السله برضه حطه على جنب بالمناسبه اتحاد الامان في اليد احنا خدنا تنظيم مصر خد تنظيم كاس وعايزين نشكر الدكتور مصطفى نعم عايزين نشكر الدكتور مصطفى بصراحه عمل يعني طب قول لنا الخبر بما انك يعني عشان الناس ما فهمتش الخبر طبعا احنا مصر خدت تنظيم مونديال الانديه لكره اليد ثلاث سنوات. متتاليه والمره الجايه احنا هنشارك بفريقين النادي الاهلي بصفته حامل لقب السوبر الافريقي ونادي الزمالك يبقى هو المستضيف فكده الدكتور حسن مصطفى بيدي مساحه للانديه المصريه ان هي تشارك اكتر يعني بناديين طالما احنا كسبانين اللقب الافريقي بس اللي عايز الحته برضك اسلام لا برضه لا كويس ان حضرتك بتفتح هذا الامر لانه كابتن حسن مصطفى يعني تعرض لظلم كبير من البعض معانا الخبر ممكن نعرض الخبر معانا صوره الخبر معانا الخبر يا شباب ممكن تحطوه لنا فهو دلوقتي كده كده الاهلي مشترك ده معناه انه الكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي عمره ما كان بيجامل الاهلي يتعامل باي لا خلينا نتكلم بشكل عام يتعامل باي شخصنه للامور ولا اي حاجه هو دلوقتي النادي الاهلي كده كده بيلعب في كاس العالم صحيح. بعيدا عن اي حاجه تانية دلوقتي نادي الزمالك كمان هيشترك فالحقيقه طبعا من فرص نادي الزمالك كانت خلصت في المشاركه اللي بعدها الخبر اللي طبعا بنشكر دكتور حسن مصطفى وبنشكر وزاره الشباب والرياضه ممثله في دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على هذا الامر نعم ثلاث سنين ورا بعض بمشاركه الاهلي والزمالك لا ونقطه ثانيه ان نادي الزمالك يعني طبعا بخسارته قدام نادي الاهلي في السوبر الافريقي يعني هو فقد الفرصه الاولى كان في فرصه ثانيه اللي هي بطوله الانديه العربيه المشاركه اتلغت فدلوقتي انت فرصتين بتوعك خلصوا فالدكتور حسن مصطفى اوجد لك فرصه من باب تاني دكتور حسن مصطفى اللي كان بيتقال عليه ان هو بيجامل النادي الاهلي دي حاجه كويسه لينا كمصريين ان مصر تشارك في اللعب بس كنت عايز اقول نقطه كنت اقول لك يا سابق ان في بعض التحديات بقى لازم تخلق كوادر صح لازم عشان في بعض بشوف كده يعني عايزينهم ينظروا للنادي الاهلي خلي بالك وهنا انا والله انا هنا ما يعني ما بنظرش ولا ما فيش مانع ان احنا لما نلاقي مؤسسه ناجحه اقتصاديا ورياضيا او رياضيا الاول واقتصاديا واجتماعيا ان انا انظر لهذه المؤسسه واشوف اهم العوامل اللي مخليه طبعا اصلا ما هو ما فيش اتحاد من هذه الاتحادات عنده الجمهور اللي عنده جمهور النادي اللي عند النادي الاهلي خلي بالك برضو الجمهور ده مصدر قوة كبير جدا جدا سواء انت شفت المباراة امبارح اتفرجت على المباراة امبارح طبعا احلى حاجة في المباراة انت تكسب فريق على فكرة فريق مولودية ابو سالم ده قوي جدا صحيح وبطل افريقيا اخذ البطولة السنة اللي فاتت وكسب الزمالك الفريق القوي خلاص فانت ليه تكسبه 3-0 صحيح وبهذا الاداء انت ليدنج طول الثلاث اشواط انا وجهة نظري ان الجمهور كان له العامل الرئيسي فبرضه لازم تضع هذا الامر في حساباتك وانت بتتكلم انه الاتحادات يا كابتن اسلام عايزه الالعاب الاخرى عايزه شويه يعني ايه تفكير تعديل ولا وتعديل لطرق التفكير بصراحه انت محتاج ان انت النهارده تسوق بشكل مختلف محتاج ان انت تنشر لعبتك بشكل مختلف محتاج ان انت شباب كوادر من في التسويق والماركتنج وكده محتاج ان انت فعلا تعدل بصراحه بنفس السيستم انت هتفضل بعيد خصوصا الامانه ان الناس نظرت السوشيال ميديا كلها بتتابع يعني ناسنا حافظين اسماء لعيبه كره الطايره في مصر حافظين اسماء لعيبه كره السله واليد الالعاب دي بقى ليها متابعه بس انت لازم تشتغل زي ما سابت قال اللي كانت الاتحاد بقى اللي انت ازاي تنمي لعبتك لان ما حدش فاهم لعبتك غيرك انت اللي فاهم كويس حقيقي. ولازم كل امانه لازم كل امانه خلق كوادر ما ينفعش يبقى في شخص قاعد يعني
فتره بس انا بفهم في التنس طاوله يا كريم، لو كنت لعبتك كنت هلعبك بشمالي مش بي